نهى الاهتمام بالبشرة مش حكر وحصري للستات، حتى الرجال أيضا بيهتموا. صديقنا الممثل والعزيز جدا على قلوبنا مازن معظم كمان معنا على الهواء. أهلا وسهلا فيك يا مازن. كيفك ما بعرف شو في شو بدها تشتغل لك نهى يا مازن، لأن اسم الله مكملة معك. أول شيء بحييكم، أنا اشتقت لكم كثير كثير. نحن كثير كثير مازن. نحن كمان. كيفك مازن؟ كيفك نهى؟ كيفك سافا؟ انا حبيت اتصل لما شفت نهى معكم لاقول انه عن جد نهى بتستاهل انه الواحد يحط كل سيرته فيها، لانه مش بس يعني كنا عم نشوف هذا الشريط المصور عن الـ 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 الصالون تبع انه عندها كل المعدات والتكنيك، بس مش بس هيك انه هي فنانه ومزوقه. شكرا شكرا كلك ذوق. بده فن وبده ذوق، وانا من الاشخاص يلي بيترددوا دائما لعند نهى، لانه بعتبر انه لازم حتى الشاب يعني مش بس كمان اكيد خاصة اذا حلو. طب مازن هون لازم تفضح شوية اسرار، بشو ممكن الشاب يهتم هيك اكتر بتنور يلي عم بيتابعونا؟ هل تنظيف وجه؟ هل ما بعرف ليزر؟ شو القصة؟ هلا يمكن الليزر مش كل الناس بحاجه لليزر، بس يمكن اللي عنده شعر زايد اكيد انه مش لازم، مش غلط يعني انه يشيلهم. هلا نحن يمكن لانه بنحط ميك اب شبه يومي، الميك اب بدل على وجهنا تقريبا بسكر العجيب بايام التصوير، ومنتعرض لإضاءة كتير قويه، كرمال هيك انا بتردد كل فتره لعند نهى لحتى اعمل سواند فيزاج، حتى كمان بعمل سواند ماس سواند بيي، يعني برتاح حالي انه هيك عم اعمل شيء بيريحني، انا بيريحني نفسيتي. نعم. وكمان بحافظ على بشرتي، شكلي نظره عالي. يعني مثل ما قلنا مازن، الاهتمام بالبشره ما يفكروا ابدا الرجال انه عيب او بقلل من قيمتهم، بالعكس يعني وسيله الرياحه، وحتى هو اللي بيرتاح بشكله الخارجي من الطبيعي يكون مرتاح من جوا بنفس الوقت. اكيد انت يعني بتعرفي انه نحن يعني اللي بسوقه كتير يمكن في كتير غبرة بالطريق، حتى في التلوث بيأثر والقصص، وفي الشمس اللي بنتعرض لها بالصيف، لازم الواحد يعني ضروري، مش انه هي مش كماليات، يعني ضروري انه الواحد يهتم ببشرته ويهتم بحاله. نعم. مازن بدنا نقول لك موفق، وان شاء الله بتضلك وسيم. شكرا على اتصالك. شكرا وتمثيلك ايضا. ميرسي مازن، بنشوفك قريبا معنا مازن ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. اوكي ثانك يو، شكرا لهالمداخله. تركتيكي تشتغلي بهالوقت، ما ضيعني لك وقت. نعم كثير حلو. هلا ضو حتى الشفاف، تنشوف انه حتى ليش نحن قادرين ندخل له الجليترز. بيمشي كمان نفس الشيء على الوجه، اذا عبالها تعمل توش لميع نهى كمان على الوجه، ولا بتحس بصير اوفر؟ لما نحط توش على العيون وتوش على الشفاف ما بنصح على الوجه كمان. هلا في شغله اوقات بنشتغلها على الكورساج، اذا لابسه مظله مثلا فيها، ما زال ما تحط اكسسوارز اللي هن العقد او الحلق، بنقدر نحن بالجليترز ومع تدخيل الحنه المؤقته. في عندي شغله انا انه بعمل مثل الحنه بميك اب بداين ووتر بروف، وحتى لو عرقت ما بيروح، كانها عامله حنه ولنهار واحد. بنشتغلها اوقات نعمل لها الكوليه العقد منه وندخلها الجليترز، او اوقات بتكون لابسه ثياب بنقدر نعمل لها ورده منهم يمكن على كتفها بلا ما تحط عقد، وبندخلها بنعمل لها توش. يعني هول كمان فن زايد على فن، مهم دائما يكونوا الصبايا حلوين وراضين على اطلالتهم. نهى معود بدنا نقول لك موفقه بكل مشاريعك، وان شاء الله بنشوف الدي في الجديد قريبا، وهيك نحن كمان بنتعلم كمان لران. وعندك سلام خاص جدا جدا من الزميله جوال فضول. شكرا جوال كمان، وانا بسلم عليها. نعم بتقول لك شكرا على كل الشغل الحلو، وعلى الشغل الحلو كمان اللي شافوها للمشاهدين. نهى ان شاء الله كمان نرجع نشوفك ببرنامج تلفزيوني مثل ما كتار تبعوكي ببيرفكت برايد، اعطيتي النصائح بشكل عميق ودقيق وسريع ولكن كان فعال، فان شاء الله بنشوفك كمان قريبا، نحن كنا كمان المتابعين لك. كل التوفيق. ميرسي نهى، ميرسي ران كمان. اهلا وسهلا فيكم، واكيد مشاهدينا متابعين حلقه اليوم. بريك صغير بيفصلنا عن يوميات العاصمه اللبنانيه، فتابعونا على الاكيد.
بتتخانقوا عليه؟ الوضع بيتدهور يوم بعد يوم. عادل سعيد. ايوه انا فوق. اللي عايزني افضل جاهل زيك.